السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة تاع اليوم خاصة بالزيادة في الوزن وزيادة الحليب عند المرأة المرضع. هذه الوصفة حتى بالنسبة للنساء اللي بغاو ياخدوها، يعني الوصفة تاع اليوم خاصة بالنساء، كل النساء إلا المرأة الحامل والأشخاص اللي عندهم حساسية أو الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. ضروري دائما الاستشارة مع الطبيب عاد استعمال أي وصفة. بالنسبة لهذه الوصفة هذه تاع اليوم، هي وصفة لزيادة في الوزن عند المرأة المرضع، وحتى بالنسبة لإضرار الحليب الثدي ديالها بالنسبة للرضيع ديالها. هذه الوصفة هي وصفة كتزيد في الوزن وكتفتح الشهية بشكل طبيعي 100%. طريقة ديال تحضير هذه الوصفة غادي نحتاجو يعني الحلبة اللي تتوفر عندها، الحلبة بودرة يمكن ليها تستعملها، ويمكن لكم ايضا تستعملوا حبوب الحلبة. من بعد ما نكون نضفناها جيدا ونقيناها، ناخذ منها ملعقة صغيرة ونضيفها في نصف لتر من الحليب ونديره فوق نار هادئة حتى لدرجة الغليان، ومن بعد نقسمه هذاك نصف لتر نقسموه يعني على مرتين، ناخذه مرتين في اليوم. يعني نقدروا ناخذه بعد وجبة يعني أو قبل وجبة الغداء بساعة أو نصف ساعة، ومن بعد النصف الآخر ناخدوه في الليل قبل وجبة العشاء. هاد الطريقة هذه هي طريقة آمنة للطفل وحتى بالنسبة للأم ديالو، هي طريقة فعالة ومضمونة 100%. كتزيد في الوزن بشكل طبيعي وكتزيد في الحليب ديال الأم المرضع. هذه الوصفة كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء، من كل النساء المرضعات، أنهم يستعملوا هذه الوصفة وصفة ديال الحلبة مع الحليب غليان. الا بغيتو تزيدوا في الفعاليه ديالها اللي كتوفر عندها العسل ديال النحل، يمكن ليها تضيف مع الكاس اللي غادي تشرب ملعقه صغيره من عسل النحل باش تزيد في الفعاليه ديال هذه الوصفه. هذه الوصفه كناخذوها يوميا، حتى يعني يوميا، هي وصفه امنه بالنسبه للمراه المرضع فاش غادي تكمل يعني توصل الوزن ديالها. يمكن ليها توقف على هذه الوصفه او يمكن ليها تستمر عليها حتى توصل الحجم يعني ولا الوزن المرغوب فيه وتحبسها بشكل تدريجي. وايضا بالنسبه للمراه المرضع يمكن لها تناول الجرجير، فهو متواجد عند الناس اللي كيبيعوا البقوله يعني الخبيزه. الجرجير فهو مفيد بزاف بالنسبه للمراه المرضع، والاكثار من شرب العصائر حتى هو مفيد بالنسبه للمراه المرضع. والتغذية السليمة اللي فيها الفواكه والخضار حتى هي يعني طريقة نظام غذائي سليم 100%. كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء أنكم تجربوا هذه الوصفة وكنتمنى منكم أيضا أنكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناة وتشجعوني بلايك باش دائما وصلكم جديد. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.